ميلا ذات الرداء الأحمر. حسناً أيها المساعدون الصغار، حان وقت القيلولة. واحدة لك، ولك، ولك، ولك. هاي، أنت لست من المساعدين الصغار. ما الذي فضحني؟ ابتسامتي العريضة؟ عيناي الواسعتان؟ لا يمكنك إخفاء حقيقتك يا بارتلبي، حتى الذئب الشرير الضخم عجز عن ذلك. كالذئب الضخم الشرير في قصة ذات الرداء الأحمر؟ تماماً مثل هذا بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زب زابل، حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاهة القصص. ذات مرة كانت هناك فتاة تسير وثباً في الغابة عندما صادفت ذئباً ضخماً شريراً. أولا، ذئب ضخم شرير. هذا ليس ذئباً، إنما كلب فروكي. آه، ما قصة السلة يا ذات الرداء الأحمر؟ الملك مصاب بنزلة برد، وأحضرت له دوائي السرية لعلاجها. إلى اللقاء. إن حصلت على دواء نزلة البرد هذا، فسأكون أنا من عالجة الملك، وسأصبح بطلة. يا ذات الرداء الأحمر، انتظري. ناديت علي سيدتي؟ غريزيلدا أخبرت ميلا عن طريق مختصر إلى كوخ الملك، لكنه كان طريقاً طويلاً في الواقع. وصلت غريزيلدا أولاً، ولديها خطة لخداع ميلا والملك الذي كان مصاباً بنزلة برد شديدة. مصابيحي تؤلمني، أنفي مسدود تماماً. نك أتشو! سمعت أنك مريض. لا، هل أنت في الفراش؟ لا 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 لا، يجب تدثيرك في مكان ناعم ومريح مثل الدرج. الدرج؟ أجل، علاج الدرج، إنه علاج معروف لنزلة البرد. لم أسمع عنه من قبل، لكنني سأجرب أي شيء للتخلص من أتشيو نزلة البرد. ستنام الآن في مكان ناعم ومريح، لا تخرج قبل أن أخبرك. من يرن جرس الباب؟ يا مسكين، تتوهم سماع أشياء، فلنغلق عليك بسرعة. والآن الجزء الممتع، عملية تغيير شاملة. رائع، الآن بدت تشبه الملكة تماماً، أنا بارعة جداً في هذا. آتي، تذكر، نريد من ميلا أن تعتقد بأنك الملك لتعطيك أو تعطيني علاج نزلة البرد الشهير، لذلك تصرف بطريقة ملكية. أنت ملك ولست كلباً. مرحباً، لقد جئت أخيراً. كيف وصلت إلى هنا بسرعة؟ أنا قلقة بشدة على الملك، فسلكت طريقاً مختصرة أكثر. أجل، هذا منطقي، لنلقي نظرة على مريضنا. كيف حالك جلالتك؟ هذا ليس صوت الملك الذي أعرفه. حقاً؟ أجل، لأنه يبدو كصوت ملك مريض بشدة، ولا تبدو بخير أيضاً، عيناك كعيني جرو كبيرتين. هكذا سيرى أفضل؟ ولديك لسان خارج من فمك. هكذا سيلعقك به أفضل؟ ولديك طوق لامع حقاً. طوق لامع؟ هكذا أفضل من أجلي؟ ليس لدي شيء. بيننا فقط، الملك لا يبدو بخير. أجل، لأنه مريض. أعطيني علاج نزلة البرد السري هذا. جلالتك، اجلس. مهلاً، هذا ليس الملك، وإنما الذئب الماكر الشرير الصغير. لا، إنه الملك حقاً. استمعي إلى نباحه الملكي، وانظري إلى الذيل الملكي و... ما الجدوى؟ أنا آسفة ميلا، أردت فقط أن أعالج الملكة بنفسي، فحاولت خداعك لتعطيني دواء نزلة البرد. هذا فقط؟ لما لم تطلب مني؟ سنعطيه إياه معاً. حقاً؟ إذن أين الملك الحقيقي؟ أوبس، كدت أنسى، إنه هناك. علاج الدرج؟ ذكي. استيقظ جلالتك.
صباح الخير. إذن هل انتهى علاج الدرج؟ لكن ما زال لدي نزلة برد. ليس لوقت طويل، لأن ميلا وأنا وفروكي لدينا علاج نزلة البرد سيبهرك. سنقدم لك بيضة. بالطبع، ماذا كنت تتوقعين؟ لا أعرف، حساء، فيتامينات، إكسير سحري. كيف يمكن لبيضة أن تعالج أنفاً مسدوداً؟ شاهدي فقط. ييك، كانت تلك فكرة ميلا. لم يكن لي علاقة بهذا الأمر. يا لعجب الممرات الأنفية، يمكنني التنفس. ينجح الأمر دوماً. وكلهم عاشوا بأنف غير مسدود إلى الأبد. النهاية. هل تعرفين ما الذي يخليه السنك الصغار غير الأنوف المسدودة؟ لا، ماذا؟ الغرف. كنت مضحكاً الآن، صحيح؟ رائحة ملكية كريهة. أرحب بكم يا أصدقاء، إنه يوم الطلبات الملكي. أخبروني، ماذا تريدون أن تطلبوا مني اليوم؟ يا ملك قوس قزح، نحن نحب لون سمائنا، ولكن تساءلنا إن كان بالإمكان أن يصبح لونها قريباً من اللون الأخضر. أهلاً، أرجواني. نعم، الأخضر. بالتأكيد، سأملأ السماء غداً بقوس قزح يحوي ظلالاً مذهلة من كل الألوان، وسيفرح الجميع بذلك. أنت الأفضل يا ملكنا. مرحباً. ترو وبارتلبي، تعالا وانضما إلي. شكراً. لم أتصور أن يوم الطلبات الملكي سيكون مليئاً بهذا العدد الكبير. يبدو أن هناك مشكلة ما. انتظروني، سأعود بعد قليل. ترو، بارتلبي، اتبعني لطفاً. هذا لا يصدق، إنه يفعل هذا ثانية. من يفعل هذا ثانية؟ إنه قريبي، غلامي غلوما. إنه كئيب جدا. الأمر ليس بيده. هل أستطيع مساعدتك في إسعاده؟ شكرا لك يا ترو، لكنه قريبي الكئيب. ولكن هناك حل لكل مشكلة، إذا حدثته بشكل ودي فهذا سيفي بالغرض. لكن ماذا عن يوم الطلبات الملكي؟ أوه، محقة. على أحد ما أن يسمع أفكارهم ومشاكلهم اليوم. ترو، تستطيعين فعل ذلك؟ من؟ ماذا؟ أنا؟ حقاً؟ بالطبع. المواطنون يحبونك ويثقون بك كثيراً. كل ما تحتاجين إليه الآن هو تاج وصولجان. من الممتع أن تلوحي بالصولجان وتشيري به. عيد يوم طلبات سعيداً. هذا ممتع. هذا ممتع حقاً. ولكن كيف يفترض بالملكة أن تجلس؟ لا أعلم، لم أكن ملكة يوماً. حسناً، سأجرب ذلك. أنت موهوبة. ملكتك جاهزة. أنا دائماً أصادف مخلوقات الياتي وهي تعبر طريق قوس قزح في الغابة اللانهائية. استخدم هذه اللافتة لتعرف الياتي متى تعبر. شكراً أيتها الملكة. ياو، رائع، قمت بحل أول مشكلة. صافحيني من فضلك. لحظة واحدة، الملكة لا تفعل. لكن أنا أفعل. ياو ياو ياو، إنها تفعل بالتأكيد. كان لدي بالون ولكنه انفجر. إذن ستحصل على واحد آخر رائع. بالتأكيد، لم لا؟ هذا رائع، ظننته يقول اسمي. أيتها الملكة، يا صاحبة السمو، اسمي ميلا. وجدت كائناً ظريفاً في الغابة، أحتفظ به؟ بالطبع، أنا أحب الحيوانات الأليفة. رائع، أستطيع أن أخذه في نزهة؟ وطوال الوقت، تحب الحيوانات الأليفة النزهات. واو، شكراً، أنت أفضل ملكة نحظى بها على الإطلاق. وداعاً.
أريد طعاما. حسناً، دور من الآن؟ انتهى يوم الطلبات الملكي يا بي. كان ذلك ممتعاً ولكنه عمل مرهق جداً أيضاً. لم أشعر بهذه السعادة من قبل. بارتلبي. مرحباً. حسناً، سنستمع إلى طلب آخر. المعذرة، تعالي بسرعة، هناك حالة طارئة. غلوما، قريب العزيز، لما أنت مكتئب جداً؟ إنه يوم رائع. أشعة الشمس تزعجني. والطيور تغرد. تغرد الأغنية نفسها مراراً وتكراراً. كل هذا يشعرني بالاكتئاب الشديد. أنا مكتئب جداً جداً. أنا مكتئب وضجر لما لا يدعني الناس وشأني. الجميع يبالغون في تقدير السعادة وهذا يثير كآبتي كثيراً. أريد أن أكون كئيباً لذا دعوني وشأني. من أين حصلت على صولجان الكآبة ذاك؟ أعطاني إياه العم جرام في عيد ميلاد المليون. نعم، لم يكن الذي أردته. انتظر يا عزيزي. ما هذه الرائحة الكريهة؟ هذه الحالة الطارئة، الرائحة كريهة جدا وهي تجعل الجميع يهربون من المنتزه. تلك الرائحة مدهشة جداً، إنها تشبه رائحة الجبن الطازج. هل تعجبك؟ أعتقد أنها أسوأ رائحة كريهة على الإطلاق. من أين تستعد؟ ميلا؟ ذلك الصغير الأليف الذي أرادت أخذه في نزهة. مرحباً ميلا. الملكة ترو، صاحبة السمو، سيدتي. أعلم أنني قلت بأنك تستطيعين إخراج الصغير في نزهة متى شئتي. إنه حيواني الأليف، أمي تناديه ستينكو، أليس ظريفاً؟ اعذريه رجاءً. بالتأكيد، لكن أنت ألا تشمين رائحة ستينكو؟ لا، إن أنفي مسدود ولا أستطيع أن أشم شيئاً الآن. لماذا؟ هل تفوح من ستينكو رائحة زكية جداً؟ تماماً. أعتقد أن حيواناً أليفاً كبيراً كهذا سيستمتع أكثر إذا لعب لعبة داخل المنزل كلعبة الداما أو التمثيل. ليس تماماً، يحب ستينكو الخروج في نزهات. أعذريه، هو يحب اللعب. وداعاً. يجب أن أتخلص من هذه الرائحة. رائعة. هذا أفضل بكثير. حسناً، كانت قفزتك أفضل، أعترف. هاي، ماذا لو استخدمنا هذه الزهور لجعل رائحة ستينكو أفضل؟ أحسنت بإيجاد حل ترو. ميلا، ستينكو، انتظرا. هذا وشاح رائع من الزهور، لكني أفضل رائحة ستينكو الكريهة. واو، الأزهار جميلة جداً. شكراً أيتها الملكة، يا صاحبة السمو، سيدتي. ماذا؟ هيا ستينكو. سوف ينفجر. عملي كملكة ليوم واحد لا يسير على ما يرام، صحيح؟ لا أعلم بشأن ذلك، لكن هذا ثوب أنيق جداً. عد يا ستينكو. إذا كنا سنمنع ستينكو من تلويث المملكة برائحته، فسنحتاج مساعدة الأمنيات. صحيح، رائحة الثوب كريهة وزكية. كيو ميلو. إلى شجرة الأمنيات من فضلك. برأي رائحته كريهة. أيتها الأماني، اخرجي الآن، الرائحة ليست كريهة.
بنزين، نواجه مشكلة رائحة كريهة في الخارج. أتظنين ذلك؟ أوه لا، أشم رائحة السنكو الكريهة حتى هنا. نعم، لكن اطمئني، مروحة وايلد ويندي فيرن ستخرج الرائحة الكريهة. يا سلام، سأحتفظ بالرائحة الكريهة. كيف بدأت هذه المشكلة؟ حسناً، إنه يوم الطلبات الملكية مع الملك، ولكن ملك قوس قزح اضطر للذهاب لرؤية جلامي جلوما، لذا جعله يوم الطلبات الملكي مع الملكة، وأنا هي. أوه، مبروك يا صاحبة السمو، إنه عمل شاق. نعم، كان من الصعب جداً تلبية كل الطلبات، وقد ارتكبت غلطة، أخبرت فتاة تدعى ميلا أنها تستطيع إخراج حيوانها الأليف متى شاءت. هذا لا يبدو سيئاً جداً؟ بل كان سيئاً، لم أكن أعلم أن حيوانها يطلق رائحة. أوه، إنها رائحته إذن. الرائحة الكريهة تعم مملكة قوس قزح. إذن علينا أن نفكر. هذا صحيح. كيف ستساعدك الأماني؟ لا أستطيع أن أوقف ستينكو عن إصدار رائحة كريهة، لكنني سأستخدم أمنية لجعل رائحته أفضل. ستعطينه رائحة عطرة؟ نعم، ويمكن لأمنية أخرى أن تبعد الرائحة الكريهة عمن لا يريدون شمها، كما فعلت مروحتك. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لأمنيتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني. بمنتهى الروعة. لنرى موسوعة الأماني. ها هي الأمنية الأولى، سميلفر، أمنية الروائح العطرة. تبدو الأمنية الأمثل لجعل رائحة ستينكو أفضل. الآن أمنيتك الثانية. أمنية امتصاص الهواء ونفخه بنفس القوة. إذا نستطيع امتصاص رائحة ستينكو وإرسالها إلى حيث نريد. أرسليها نحوي، سأتولى أمرها. رائع جدا. أخيرا وليس آخرا، سايزر، أمنية التحكم بالأحجام. هذا ممتع، لا أعرف كيف لتغيير الأحجام أن يخلصنا من الرائحة، ولكنني سأفكر في شيء. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمنيات لأنك شاركتني أمنياتك. وداعاً زي. حظاً موفقاً في حل المشكلة. جلامي جلوما، هل عليك أن تنشر كآبتك في كل مكان هكذا؟ لا، لكنها ستكون خسارة كبيرة أن أحتفظ بها لنفسي فقط. أنا لا أحب الخسارة. آسفان كوميولو، كان علينا تحذيرك وإخبارك بالرائحة الرائعة. مرحبا ميلا، مرحبا ستينكو، ما أخبار نزهتكما؟ ليست رائعة، لا أحد يريد اللعب مع ستينكو. أنا آسفة،
لو قمت بواجبي كملكة بشكل صحيح لما حدث هذا، ولكن ربما أستطيع إصلاح المشكلة. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي يا سمالفت وحققي أمنيتي. عندما يمر ستينكو من هنا رشه برائحتك العطرة. الآن رائع، رائحتك ذكية ستينكو، أحسنت صنعا سمالفت. الرائحة الكريهة تجعل سحابة سمالفر كريهة أيضاً. أصبحت رائحته كريهة أكثر. ترو، كم تدوم الرائحة الكريهة داخل وعائك؟ حسناً، حاولنا جعل رائحة ستينكو عطرة ولكن ذلك لم ينجح، لنحاول التخلص من رائحته الكريهة. سأجمعها كلها لو استطعت. هذا ما سيفعله ووش. سابزو، أنا أختارك. استيقظ يا ووش وحقق أمنيتي. حسناً ووش، أرجو أن يتسع جوفك للكثير من الروائح الكريهة. سأشم للمرة الأخيرة. لا النجدة، سأمسك بك. شكراً ترو، لقد استعدت وعائي بفضلك. بارتلبي انظر، لم تعد تفوح من ستينكو رائحة كريهة. ترو، غلامي جلوما لا يزال كئيباً، إنه يصيب كل شيء بالكآبة. هذا كئيب جداً. ليس تماماً، سيكون هذا تغييراً جيداً يبعدنا قليلاً عن كل تلك البهجة. أيها الملك، هل أنت بخير؟ وجودي مع غلام جلوما يصيبني بالكآبة أيضاً. لا يهم، ليس هناك ما يدعو للسعادة في جميع الأحوال. هل قلت ذلك الآن؟ إنه يتجه نحو قلعة قوس قزح ليجعلها كئيبة، أحتاج مساعدة. انسي الأمر. هذا سيء جداً، أصبح الملك كئيباً، يجب أن نساعده. ماذا عن ووش؟ إلى متى سيحتفظ بالرائحة الكريهة؟ ليصعد الجميع. هذا شيء لا نراه يومياً، صح؟ هيا، يجب أن أخذه معنا. مدينة قوس قزح تحتاج المزيد من الكآبة. لا، لا يمكن أن نسمح لجلامي بجعل القلعة كئيبة. ليتني فكرت بذلك. أيها الملك، أخرج من هذه الحالة، لا أستطيع أن أفرقع بمخالبي. أهلاً، ربما ذيلي يفعل ذلك. غلامي، أشعر بالكآبة ليس أمراً يريده الجميع. والشعور بالسعادة ليس أمراً يريده الجميع، هذا صحيح يا ترو. ماذا سنفعل؟ بقي لدي أمنية واحدة، سايزر، لكن كيف يستطيع سايزر أن يساعدنا في منع غلامي من جعل كل شيء كئيباً؟ لنفكر في الأمر قليلاً. يجعل غلامي الأشياء كئيبة باستخدام صولجان الكآبة، لكنه لن يستطيع فعل ذلك إذا لم يجد صولجانه. سأطلب من سايزر أن يقلصه إلى حجم صغير جداً. أحب فكرتك الكبيرة، أعني الصغيرة، أنت تفهمين ذلك. سايزر، أنا بحاجة لك. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ سايزر وحقق أمنيتي. سايزر، لنجعل صولجان غلامي ضئيل الحجم. قلعة قوس قزح، أراهن بأن الجميع يبتسمون بمجرد أن ينظروا إليها. أستطيع معالجة الأمر. ما الذي يحدث؟ لا أحب حدوث الأشياء. أحسنت صنعاً سايزر. نعم، لن يتمكن غلامي الآن من ها نحن ذا. وجدتها. أنا حاد البصر جدا أحيانا. لا، هذا مريع. ترو،
الأمر أسوأ مما تظنين. حسناً، سيكون هذا صعباً. تلك الرائحة إنها ليست سيئة، رائع أن تكون لدي طوال الوقت. هل سمعت ذلك ترو؟ بدا هذا لي طلباً ملكياً. أنت محق يا بي، إذا كان غلامي يحب هذه الرائحة فأنا سأعطيه إياها بصفتي ملكة. مياو، لن أتنازل عن وعائي. لا، لدي فكرة أفضل. سايزر، أنا بحاجة إليك. هل تستطيع أن تقلص حجم سحابة الرائحة الكريهة؟ انطلق! شكراً صديقي. مذهل، إنها سحابة رائحة كريهة ومركزة، ستدوم رائحتها إلى الأبد. غلامي، هل تعتقد أن ركوب سحابة الرائحة الكريهة سيبهجك بما يكفي لتزيل الكآبة؟ لن أعدك بشيء أيتها الطيبة. هذا ليس سيئاً. هذا أفضل. نجح الأمر، أعد الصولجان إلى حجمه. شكراً، كما أظن. عد إلى الحقيبة. ترو، نجحتِ. أصبح كل شيء بهيجاً ثانيةً. هل استمتعتِ بكونك ملكة ليوم واحد؟ كان الأمر أصعب مما ظننت، وقد ارتكبت بعض الأخطاء. لا بأس يا ترو، بصراحة أنا لا أملك كل الإجابات دائماً. من يستطيع؟ أعتذر سيدي، إنه يريد من يلعب معه. ومن لا يريد اللعب معه؟ الرائحة الكريهة حلت مشكلة. نعم، أنت محقة، أحب رائحتك. أنا ما زلت جداً كئيب، قطعت أشواطاً وأستجيب، مؤسف أنه لكم لا يطيب. بعض الروائح كريهة جداً، لا نعرف ما نحب بالتحديد. إن أخذتم الوعاء سأحزن حتماً. نعمل ونلعب وهذا ممتع، لا نزعج أحداً حين نجتمع. نحب هذا المكان فهو رائع، ملوك أو قطط نحن جميعنا. نحب أشياء مختلفة كلنا، وليس من المهم أن تكون مفضلة لنا. ميلا وجدت بلوب صغيرة. وجدت ميلا بلوب الصغيرة بربطتها البنفسجية. أي مكان تذهب ميلا إليه تتبعها بلوب إليه. لعبته المضى لعبتا وبمرح حظيتا، بالقفز والرقص تمايلتا، بالشمس استمتعتا. وجدت ميلا بلوب الصغيرة، بلوب الصغيرة، بلوب الصغيرة. وجدت ميلا بلوب الصغيرة تضع ربطتها. أي مكان تذهب ميلا إليه تذهب إليه تذهب إليه. أخذتها كي تقفز قفزتها، هي مستديرة وممتلئة والأطفال ملأتها. لماذا بلوب تقفز عالياً؟ ألأنها تعيش في السماء؟ وقت نومها سيحين وتنام بكل هناء. وجدت ميلا بلوب الصغيرة، بلوب الصغيرة، بلوب الصغيرة. وجدت ميلا بلوب الصغيرة تضع ربطتها. في مكان تذهب ميلا إليه تذهب إليه تذهب إليه. في مكان تذهب ميلا إليه. كثير من المرح حظيت، حان الوقت لراحتها. ستعود مجدداً لملا تكن محبتها. اقتنعت
اقتربت واحتضنت أمها وتنهدت بفرح. حلقت البلوم طائرة وميلا ودعتها وداعا. وجدت ميلا بلوم الصغيرة، بلوم الصغيرة، بلوم الصغيرة. وجدت ميلا بلوم الصغيرة تدعو ربطتها. في مكان تذهب ميلا إليه، تذهب إليه، تذهب إليه. في مكان تذهب ميلا إليه، لن تدفعها إليه. اليوم الذي عطست فيه شجرة الأماني. من فوق قلعة قوس قزح بالأوراق مغطى، حين عطست شجرة الأماني وتؤهل الأمنيات، سقطت عن أنصار من الأرض الضربات، ثم خرجت كل قرمشات السمك المنفوخة كبيرة جدا وجميلة وشهية. هل حلمت بكمية مقرمشات سمك منفوخة كبيرة ثانية؟ بل أفضل، حلمت بحبة سمك منفوخة ضخمة كانت كبيرة جدا يا ترو، هائلة بالفعل، حبة مقرمشات سمك منفوخة عملاقة. يبدو أنك حلمت بقصة القط وجذع مقرمشات سمك المنفوخة. حقا؟ انتظري لحظة، كقصة جاك وشجرة الفاصوليا؟ إنها مثل هذه القصة بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زب زابل، حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. يحكى أن هناك قطاً لطيفاً يدعى بارتلتون، بارتلسون، بارتلبري، فلنسميه بارت. يحب بارت أكل مقرمشات السمك المنفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. مرحباً يا صغار، أتحبون مقرمشات السمك المنفوخة أيضاً؟ شارك بارت الطيب مقرمشاته مع الفراخ. أيجب علي ذلك؟ حسناً، تفضلوا، أنتم لطفاء جداً. لا تنسوا مشاركتها. يا لروعتهم. مهلاً، البقية لي. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تركتم لي حبة واحدة؟ حسناً، أظنها مشاركة تقريباً. جميلة جداً، آمل أن مذاقها رائع. كادت المقرمشة تكسر أسناني. لكن لم يعرف القط أنها ليست حبة مقرمشات عادية، كانت حبة سحرية.
رائحتها كالسمك وتبدو منفوخة وارتفعت عالياً في السماء. إنه جذع مقرمشات سمك منفوخة عملاقة. لابد من وجود آلاف المقرمشات بالأعلى. إنه مرتفع جداً. لا أدري إن كان بوسعي الوصول للقمة. لا، لن أسمح لكم. واصل بارت التسلق بأقصى سرعته ليصل أولاً لقمة الجذع. إذن لا يمكنكم الوصول للقمة. جيد، نلتم حصتكم. حان دوري لأخذ مقرمشات السمك المنفوخة العملاقة. حسناً، ما هذا؟ قلعة عملاقة؟ لم ألحظها من قبل. علي الإسراع. مرحباً سيد عملاق، آسف لأن حبتي أنبتت جذعاً اخترق غيمتك. سأخذ هذه المقرمشة الصغيرة جداً وأرحل. أرجوك لا تأكلني. نعم 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 نعم، كان علي توقع ذلك. الكل يحب مقرمشاتي. وداعاً أيتها المقرمشة الضخمة، سأفتقدك. هيا يا فراخ، حان وقت الذهاب. وبدأ بارت الهبوط من دون المقرمشة العملاقة. قصة بشعة، أريد غيرها. لم تنتهي بعد، انتظر، هذا أفضل جزء. باي باي باي. نعم 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 نعم. سيد عملاق، لست شهياً، أعني ربما، لكن غالباً لا. قد أؤذي أسنانك. مشاركة؟ هل قطفت مقرمشات عملاقة أخرى وتريد مشاركتها معي؟ وبالنهاية تشارك المقرمشات العملاقة أضخم وأرق وألذ مقرمشات سمك منفوخة تذوقها بارت بحياته. بي باي بو باي. نم 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 نم. كل شيء مثالي تقريبا، والآن تنقصنا فقط وجبة خفيفة لذيذة رائعة ومدهشة. وتناولها الجميع في سعادة. النهاية. أفضل قصة سمعتها. لأنها عن العملاق اللطيف والمشاركة؟ لا، لأنها عن شجرة المقرمشات العملاقة. هيا يا حبة، هيا اكبري بشدة، سأنتظر. أوه بارتلبي. مسرحية بارتلوكيو. هل الجميع مرتاحون من أجل القصة؟ مهلاً، أحد يجلس على ذيلي. لا، هذا أنا فحسب. هل ازداد طول ذيلي؟ معقول؟ مشكلة مع ذيلك؟ هذا ما حدث مع بارتلوكيو. انتظري لحظة، هل هذه مثل قصة بونوكيو؟ إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زب زابل. حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. ذات مرة كان هناك صانع ورائس وحيد اسمه زيباتو. أجل، فزت مجدداً. أجل، فزت مجدداً. أنا فزت مجدداً. أجل، فزت مجدداً. بارتلوكيو، ليت كان لدي صديق حقيقي ألعب معه. دا 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 دا. واو، أميرة جنية؟ أنا كذلك، وسأحقق أمنيتك لأن هذا هو ما تفعله الأميرات الجنيات. ستصبحين صديقتي وتلعبين معي؟ محق إلى حد ما. شاهد هذا،
يبتي يبتي بابلي بول، كلانا حي وأنت كذلك الآن. مهلا، يمكنني التحرك. واو، أنا حي وجائع. هل من وجبات؟ واو، حولت دميتي إلى رفيق لعب من أجلي؟ بثراء حقيقي وشارب حقيقي وبطن حقيقي وما زالت جائعا. انظرا لهذا الذيل، أنا قط وسيم حقا. مؤكد، أنجزت عملي. حسنا، الآن علي أداء أعمال جنيات أخرى. وداعاً، لا تنسى، كن مطيعاً يا صغير. وداعاً، شكراً على الذيل الرائع. صديق حقيقي، ماذا نفعل أولاً؟ وجدتها، لا تتحرك. حسناً، لن أتحرك، لكنني ما زلت جائعاً. ما الذي يبدو شهياً؟ مذاق رائع. مقرمشات سمك منفوخة. أحب مقرمشات السمك المنفوخة. طلب زبيتو ألا تحرك. ماذا إن غضب وإن اكتشفت أميرة الجنيات؟ قد تعيد تحويلي إلى دمية. انظر، أحضرت لك هذا. ماذا حدث هنا؟ هل تسببت بالفوضى؟ فوضى؟ أتعني هذه الفوضى البسيطة؟ لا، ليس أنا مطلقاً. ذيلك أصبح أطول. ماذا؟ لم يحدث هذا. انظر، فعلها مجدداً. حتى إن فعل فليس ذنبي. يبدو أن ذيلك ينمو كلما قلت شيئاً ليس حقيقياً. لكنني لا أكذب أبداً. أنا أكثر القطط صدقاً. حتى إن كذبت مرة سأتوقف بعدها، لأنني بصراحة أرى أن الكذب تصرف سيء، ولن أنكر أبداً إن كذبت. سأعود حالاً، علي فقط دخول الحمام. شكراً. انتظر بارتولوكيو، لا تهرب، عد إلى هنا. نعتذر، نواجه تأخيراً في الخدمة الآن، نرجو منكم أن تتحلوا بالصبر. أنت لما التأخير؟ أنا قلت نرجو أن تتحلوا بالصبر. حسناً إذن. بارتولوكيو، بارتولوكيو، وجدتك، مسرور لأنك بخير. نعم، بأفضل حال. لا ينصتون أبداً. من أنا؟ لا تقصدين قطاً آخر. هل ظللت تكذب منذ أن أصبحت حياً؟ لا 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 لا، ليس طوال الوقت، كلما تحدثت فحسب. ذيلي أصبح أقصر. عليك فقط قول الحقيقة. خشيت أن تعيداني دمية لأنني أسأت التصرف. لا بأس ببعض الفوضى لأنك صديقي. حقاً، سأعترف بكل شيء. جربت الطعام وشربت العصير وأوقعت كل شيء أثناء الرقص، وحين أنكرت الكذب كنت أكذب. رقصة جيدة. آسف، لم أقصد إفساد حبل الشاي. أعتذر عن المتاعب. حسناً إذن، سنكمل رحلتنا. أحب الحياة. هذا بسببي أيضاً. أتريد اللعب إذن؟ وعاشا معاً في صدق أبدي. النهاية. قصة رائعة رو، خاصة عندما أنقذت الموقف أميرة الجنيات. شكراً، هل تظن ذيلك طويلاً بارتلبي؟ لا، إنه مثالي كما هو ترو. أنت لن تسبب لي أي متاعب، صحيح؟ كف عن دغدغتي. حسناً، هذا يكفي، كنت أحدثه مع رواتك فحسب. هذا يكفي أيها الذيل. كن مهذباً. لمسة السمكة المنفوخة. أحضرت الواجبات الخفيفة للقصة. بيلي، أنا؟ شكراً لك بارتلبي.
في الواقع لم أعرف أنك تحبين مقرمشات السمك المنفوخة، وإلا لأحضرت طبقاً أكبر. أحب مقرمشات السمك المنفوخة ولا أكتفي منها أبداً. هذا ما حسبه الملك بيبي عندما حصل على لمسة السمك المنفوخة. أهذه كقصة الملك مايدس واللمسة الذهبية؟ نعم جريزيلدا، إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زاب زابل، حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. ذات مرة كان هناك ملك عظيم اسمه بيبي، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. يم 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 يم، أحب مقرمشات السمك المنفوخة. الملك بيبي ينتظر الجميع رؤية فني. أجل، صحيح، حسناً. أيها المواطنون، نكشف هذا اليوم عن تمثال لامع مذهل، صنع حسب طلبي بواسطة الفنانة الملكية، وهي صديقة مقربة ترو، وذلك تكريماً للجنية الرائعة جريزيلدا. أنا أبدو فاتنة جداً في الرخام. يبدو واقعياً جداً ترو. انتظر حتى نفتح النافورة. احترسوا جميعاً، تراجعوا. نجونا بأعجوبة. كدنا نبتل. يكره الملك أن يبتل. غريب. على كل، أحب تمثالي، لذا أريد أن أفعل شيئاً لطيفاً من أجلك وأحقق لك أمنية. ما الذي ترغب به؟ حالياً أرغب في المزيد من المقرمشات. حقاً؟ متأكد من أنك لا تريد قصراً أكبر؟ أو القدرة على تحويل كل ما تلمسه إلى ذهب؟ لا، ماذا عن القدرة لتحويل كل شيء إلى مقرمشات سمك منفوخة؟ تريد لمسة مقرمشات السمك المنفوخة؟ أجل، أرجوك اجعلي كفي سحريتين. كما تشاء. نجح الأمر، ألا يجب أن تلمعها الآن؟ تمنيت لمسة مقرمشات السمك المنفوخة وحصلت عليها، جرب. واو، الأمر يفلح. شكراً، أنت أعظم جنية على الإطلاق. أعرف، استمتع أيها الملك بيبي. شكراً على التمثال. إلى اللقاء جريزيلدا. وقت صنع المزيد من المقرمشات المنفوخة. لا 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 لا. لماذا أنتم عابسون؟ ما الذي يغضبكم؟ أكلت آخر فصلاً من كتابي. الملك بيبي، أعرف أنك تحب تحويل الأشياء إلى مقرمشات سمك منفوخة، لكن الناس يريدون استعادة أغراضهم. لكنني أملك لمسة السمك المنفوخة، هذا أروع يوم على الإطلاق. لا إياك. لا، لمستي حولت أعز صديقاتي إلى مقرمشة منفوخة. علي إبطال هذا كيف؟ بكفي الخلفيتين؟ بمحو الأمنية؟ لابد أن هناك طريقة العكس المفعول. وجدتها، الجنية جريزيلدا النجداء. انظر لهذا، لديك تمثال آخر لطيف. ليس تمثالاً، حولت ترو الحقيقية لمقرمشة. أرجوك عيدي صديقتي فتاة ثانية. قد أكون جريزيلدا الجنية العظيمة، لكن لا أستطيع. ولم لا؟ أنت فقط تملك القدرة على إعادة ترو لطبيعتها، لكن هذا يعني أن تتخلى عن لمستك إلى الأبد. لكنني أحب امتلاك لمسة السمك المنفوخة، وأحب وجود صديقتي أكثر. حسناً، افعلي، خلصيني من اللمسة السحرية من كفي. الأمر لا يحدث هكذا، عليك غسلهما. بالتأكيد، يبدو هذا سهلاً. لا، ليس هكذا، بل بالاستحمام في الماء. لا، سأفعل أي شيء إلا هذا. كما يحلو لك، استمتع بصديقتك المقرمشة. لا بأس ترو، سوف ننجح.
عينك، من أخدع؟ أفضل أن تكون معي صديقتي القابلة للإناق بدلاً من مخزون لا ينتهي من مقرمشات السمك المنفوخ اللذيذة التي يسيل لها اللعاب. حركة المدفع. بعدي عادت كما كانت، وكذلك كتابي، وعاد منزلي إلى طبيعته. من أكل مقبض بابي؟ عدت إلى طبيعتي. نجحت، أعدتك كما كنت. هل رأيت كم كنت شجاعاً بالقفز في الماء؟ هل رأيت؟ بالتأكيد يا بي. عناق؟ لكن ماذا لو... سبيل واحد لمعرفة هذا. وعاشوا جميعاً في سعادة دائمة. النهاية. أحبك يا ترو، يسرني أنك لست مقرمشة. كان على الملك تمني كفين لامعتين، أتريان؟ جميلتان جداً. باتل بي فينيغان. مياو. اسمه باتل بي فينيغان، ولديه على ذقنه الشارب، قام بسحبه فنام من جديد. مسكين باتل بي، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، مجددا. قطن اسمه باتل بي فينيغان، كان يحب أن يدور ويدور، شعر بدور رأس رثنتان. مسكين باتل بي، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، ابدأ مجدداً، مجدداً. قطن اسمه باتل بي فينيغان، فجرب لونه بغيمة دبوسية، فجر ولن ينفجر من جديد. مسكين باتل بي، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، مجدداً. قطن اسمه باتل بي فينيغان، فقد سنه، يا له من مسكين، سحب الآخر لن يستطيع أن يبتسم. ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، مجدداً. قطن اسمه باتل بي فينيغان، ذهب لمكان لم يزله سابقا، من ظلمته قد صدم ساقه. مسكين باتل بي، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، ابدأ مجدداً، مجدداً. قطن اسمه باتل بي فينيغان، أمسك بسمكة من ذيلها، رأسه سلطع على جلده. مسكين باتل بي، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، ابدأ مجددا، مجددا. قطن اسمه باتل بي فينيغان، سمع أن الأغنية ستبدأ، أذني تأذت، أرجوك لا تغني. أرجوك باتل بي، لا تبدأ مجددا، مجدداً. ثلاثة يد صغار. هيا يا بي، لنبدأ هذا الحافل. تخيل كم سيكون الأمر رائعاً عندما نرقص على موسيقى حقيقية. أجل، أتوق لوصول بينجو بانجو إلى هنا، سوف يجعل المكان يرقص هذه الليلة. أجل، فعل هذا حقاً في حلقة بينجو بانجو والثلاثة اليد الصغار. هل هي مثل قصة الذئب الشرير والخنازير الثلاثة؟ لأنني أحب هذه القصة. إنها مثل هذه القصة بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زب زابل، حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. ذات مرة كان هناك ثلاثة من اليد يريدون إقامة حفل راقص، فبنوا منزل لعب للحفلات من أوراق الشجر. وعندما انتهوا من بنائه، جاء من الغابة. أعرف، ذئب شرير ضخم، ضخم حقاً، هو مشعر وله أسنان كبيرة مخيفة. ليس بالضبط. ماذا جاء إذن؟
منزل اللاعب سأكون لاعب الاسطوانات لكم. سأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصا. أي سأعزف الموسيقى ببراعة. بينجو بينجو ضرب وخبط حتى أنا آسف. لم أقصد أن أفجر المكان فعلياً. أنا يجدر بي الرحيل. لذا حاول ثلاثة اليد الصغار ثانية وبنوا منزل لاعب أقوى من العصي الكبيرة. مرحبا أيها اليتي، أحضرت لكم بسكويتة توتنام لأنني دمرت منزل لاعبكم. بنيت منزلا جديدا، إذا سوف أرحل. حفل راقص! لا، لا يمكنني العزف. إن فعلت فسأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصا. بالخطأ. رجاء! حسنا، سأعزف من أجلكم يا رفاق. سأخبط وأضرب وسأفجر المكان رقصا. لكن ليس فعليا. بينجو بينجو خبط وضرب ثم لا، فجرت المكان ثانية. أنا سيء فعلا. ندم بينجو بينجو على تدمير منزل اليد الثاني، لكنهم كانوا مستعدين للتجربة من جديد. ثانية. أخيرا بنى اليد الثلاثة صغار منزل لاعب ثالثا، وهذه المرة بنوه من فطر عملاق. أجل! وعند الانتهاء منه نادوا على صديقهم بينجو بينجو. هاي بينجو بينجو. مجرد أجمة عادية، لا شيء يستحق الرؤية. لا، لا يمكنني لعب الاسطوانات. أنتم تحبون البناء حقاً. حفل الراقص، حفل الراقص، حفل الراقص. لكنني سأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصاً. رجاءً. حسناً، من أجلكم سأعزف وأفجر المكان رقصاً. أجل. بينجو بينجو خبط وضرب، وهذه المرة لم يتدمر المنزل. النهاية. هذا هو ترو؟ هل هذا هو بينجو بينجو الشهير؟ مرحبا ترو، مرحبا بارتلبي. حفل راقص، حفل راقص. رجاءً. حسناً، من أجلكما سأعزف. سأخبط وأضرب وأفجر المكان رقصاً، ولكن ليس فعلياً. حسناً. نعم. تخيلي أن بينجو بينجو عزف بصوت عالٍ إلى درجة أن المنزل كله سيهتز ويسقط السقف. كأن هذا ممكن. آسف. رينبو ويلا. شكراً لترتيب المكان لموعد القصة أيها المساعدون الصغار. وجدت كنزاً مفقوداً. إنه حذاء القطط المريح الضائع. شكراً. أصبح أضيق مما أتذكر. لقد تذكرت شخصاً آخر أضاع حذاءه.
ريمبويلا. كقصة سندريلا؟ إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زب زبل. حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. بقديم الزمان عاشت شقيقتان، ريمبويلا وجلاد زلدا. الأمير يبحث عن راقصة ملكية جديدة ودعاني أنا. أوه، دعانا للاختبار. رقص؟ لا أستطيع رقص مثلك يا جلاد زلدا. لا أحد يستطيع. لا تقلقي، حين يرون حركاتي المدهشة لن يلاحظك أحد. صحيح، وطالما سيشاهدك الجميع إذن سأنال فرصة للتدريب على الرقص. نعم. في الواقع ربما عليك البقاء في المنزل للاحتياط فحسب. إلى اللقاء. أتمنى أن أرقص دون السقوط. هل قلتي أتمنى؟ أنا قطك العراب. أوه، هل لدي قط عراب؟ بالطبع، ويصر أن تذهبي للاختبار الملكي وتبهر الجميع بحركاتك المدهشة. لكنني كلما حاولت الرقص أسقط. هذا لن يدوم. حذاء قوس قزح السحري للرقص. انتهينا، اذهبي الآن، لا تريدين تأخر. لكن استمتعي بوقتك ريمبويلا. ارقصي كما تفعلين دائما. الحذاء السحري سيتولى الباقي. أتمنى. ليس سيئا. من التالي؟ أوبس، آسفة. هذا رائع. حسناً يا حذاء، فلنرى مهارتك. لم أسقط. إنه الحذاء السحري، لا يدعني أسقط. لن أسقط أبداً. هذا ممتع. أوقف الموسيقى. ريمبويلا، أتعلمت الرقص؟ أنا... إذن في هذه الحالة أنا أتحداك في مسابقة رقص. مسابقة رقص؟ أحب مسابقات الرقص. فليفز الأفضل. لنبدأ. دورك. يا حذاء السحري، لا تدعني أسقط. يها! أنا أرقص حقاً. من هذه؟ رقصها مميز فعلاً. مالكة حذاء قوس قزح. في اليوم التالي طلب الأمير أن يجرب الحذاء كل فتيات المملكة حتى تبقى منزل واحد فقط. أوه، الأمير؟ أبحث عن أعظم راقصة بالمملكة، مالكة هذا الحذاء. هذه أنا، إنه حذائي بالطبع. متأكدة؟ يبدو كبيراً جداً. أحب الرقص بالأحذية الكبيرة، تجعلني مرنة. أترى؟ مرحباً، تريدين تجربة الحذاء؟ حسناً، خذي. لا أريده يا جلاد زلدا، سأرقص كما أفعل دائماً. لن أخسر شيئاً.
أنتِ، أعرف هذه الحركات أينما كانت. أنتِ أكثر راقصة مميزة ومسلية رأيتها بحياتي. رجاءً، اقبلي بأن تكوني راقصتي الملكية من الآن فصاعداً. أوه حسناً، لكن بشرط أن تنضم أختي جليتزيلدا إلي. لتتعلم منك الرقص طبعاً. ماذا؟ حقاً؟ ورقص الجميع بسعادة إلى الأبد. النهاية. قصة رائعة ترو، لكن أين حذاء الدافئ المريح الآن؟ أظن أنه يلائمهم أكثر يا بي. لطفاء جداً، تقريباً مثل قط أعرفه. سأستعيده حين يستيقظون. أو بي. زيزي صديقي في اللعب. يا له من يوم رائع للتزلج على قوس قزح. بارتلبي. بارتلبي؟ كيميولو. زيزي صديقي في اللعب، اخرج والعب معي، ودع الأمان وشأنها، نتسلق شجرتها، على قوس قزح نتزحلق ونمر بأرض القصر، سنكون أصدقاء فرحين إلى الأبد وأكثر. تعال بيبي صديقنا في اللعب، اخرج والعب معنا، لا تكن قطا فظا، فسنركب حافلة أكبر، سأدغدغهم بفرح، وعندما ينعسون في درج صغير ينامون، أصدقاء فرحين سنكون حتى نهاية الكون. ترو ترو صديقنا في اللعب، نضحك اللعب معك، لن نفترق أبدا، سنكون مخلصين لك. مع أن اليوم قضى فالكثير مخبأ لنا، سنكون أصدقاء فرحين الآن وغدا، سنكون أصدقاء فرحين الآن وغدا. وداعا. المخلوقان الصغيران. حارس قوس قزح يحرسان الجدار، واحد قصير والآخر طويل، ينزلق القصير يتسلق الطويل، يتسلق القصير ينزلق الطويل. مخلوق غريسموس جالسان على الرصيف، واحد بعيد وواحد قريب، يغطس البعيد يغطس القريب، يقفز البعيد يقفز القريب. عملاقان يجلسان على غيمة، واحد هادئ والآخر صاخر، يبتعد الهادئ يبتعد الصاخر، يعود الهادئ يعود الصاخر. مخلوقان صغيرا في الباحة يجلسان، واحد ناعم وواحد قاسي، يركض الناعم يركض القاسي، يعود الناعم يعود القاسي. مخلوقا ياتي على تلة يجلسان، واحد مهتز
فيبقى الثابت يعود المهتز ويبقى الثابت فقمة فلو على ورقة طافية واحد سعيد والآخر حزين تعد السعيد تعد الحزين عاد السعيد عاد الحزين مخلوقان صغيران على بوابة يجلسان واحد مبكر وواحد متأخر المبكر للأسفل المتأخر للأسفل المبكر للأعلى المتأخر للأعلى مرحبا عجلات حافلة قوس قزح فليصعد الجميع سننطلق مهلا ما زال هناك المزيد وكلنا ذاهبون إلى الشاطئ عجلات حافلة قوس قزح تدور تدور وتدور تدور وتدور عجلات حافلة قوس قزح تدور تدور وتدور يا ركاب الحافلة خذوا أماكنكم خذوا أماكنكم خذوا أماكنكم يا ركاب الحافلة فليقل يتي أيديهم داخل الحافلة داخل الحافلة داخل الحافلة فليقل يتي أيديهم داخل الحافلة الأيدي داخل الحافلة الوجبات تجعل الحافلة لزجة الحافلة لزجة الحافلة لزجة الوجبات تجعل الحافلة لزجة لزجة للغاية لا كرة في الحافلة تلعبون بها تلعبون بها تلعبون بها لا كرة في الحافلة تلعبون بها في الخارج تلعبون بها المظلات في الحافلة من أجل الشاطئ من أجل الشاطئ من أجل الشاطئ المظلات في الحافلة من أجل الشاطئ من أجل الشاطئ حافلة قوس قزح انتبهي للطريق انتبهي للطريق انتبهي للطريق حافلة قوس قزح انتبهي للطريق رجاء انتبهي للطريق حافلة قوس قزح صديقتنا 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 حافلة قوس قزح صديقتنا صديقتنا مذهل مخلوق حجري أمير هل أنت مستعد؟ مستعد أنا لم أعرفها عرفت من أنت كيوميلو أصبت ترو دورك عرفته الآن أنت إيتي أصبت يا بارتلبي حان دورك حسناً هذه جيدة أنا بارع باللعبة سأتحول إلى مخلوق حجري أوبس لقد كشفت السر نعم التصرف كالآخرين أمر ممتع أعرف قصة عن هذا نعم تذكرت قصة الأمير الضفدع إنها مثل هذه القصة بالضبط لكنها مختلفة دوارة القصص دوارة القصص زبزب زبل حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص ذات مرة كان هناك ملك يسافر لأقصى أنحاء المملكة ليساعد رعاياه التالي تشبك حبل القفز مرحى أحب مساعدة المواطنين حتى إن كنت جالساً على العرش طوال اليوم فقدت البالون و من التالي يا مساعد المجتهد؟ انتهينا جلالتك، لا يحتاج أحد مساعدة أوه، آسف، آسف، بقي واحد فقط أستطيع الرأي
والآن هل انتهينا؟ سأتأكد. يوجد دائما المزيد. يا للروعة، أسمع أصواتا سعيدة. جميل، إنها متعة كبيرة أن يكون المرء مخلوقا بلا هموم ويقفز على البحيرة. أوه لا لا لا، تتوقفا. رجاء عودا للاستمتاع. سأذهب الآن. إذن سأعود لمساعدة المواطنين بالعصا السحرية، لكن ربما لدي بعض الوقت لكي أستمتع. بوسعي التحول لمخلوق لطيف وسعيد. سيسر الملك بشدة، لم تبقى أي مطالب. حسناً، بقي واحد فقط. جلالتك، بقي طلب واحد فقط، أؤكد لك. جلالتك، أين ذهبت؟ عصا الملك؟ لكن أين الملك؟ لم يتركها من قبل. جلالتك، أين أنت؟ وجدت عصاك إن كنت تبحث عنها. مرحباً أيها الحجري، هل رأيت الملك؟ آسف يا صغيري، لا أجيد لغتك. أظنني فهمتك، لديك طلب من الملك، سيساعدك بالتأكيد، لكن علينا إيجاده أولاً. آسف يا صغيري، لا يمكن لأحد استخدام العصا سوى الملك بنفسه، لكن لا تقلق، لابد أن أمضي الجوار. أيها الملك، أين أنت؟ بقي طلب فقط. بعد طلبك بالطبع. أيها الملك، أين أنت؟ صحيح؟ سأضعها بمكان آمن. لا، هذا بوقي. عد إلى هنا. أمسكته. ماذا تفعل؟ أهذا أنت أيها الملك؟ هذا أنا منذ البداية. أيها الملك، أعتذر بشدة، لم أعرف. أنا أعتذر لك اعتذاراً كبيراً يا مساعدي المخلص. في المرة القادمة سأخبرك بأنني خرجت. وبما تحولت إلي. سيكون هذا وعداً مني. أنهي واجباتك دوماً ثم استمتع بحياتك. بقي طلب واحد، أعدك. يا للإحراج، آمل ألا أكون قد أخرته. رجاءً، أدخله الآن. في الحقيقة، صاحب الطلب الأخير هو أنا. أردت مشاركتك على بحيرة موقع القفص. بالطبع، أردت ذلك من بداية اليوم. فلنذهب الآن للقفص. وأمضى الملك والمساعد وقتاً ممتعاً بالقفز لآخر اليوم. النهاية. أود القفز هكذا حقاً. يا للمتعة. بارتلبي، هل أصبحت حجرياً؟ ها، أخبرتك ببراعتي في اللعبة، أفضل تقليد للمخلوق الحجري، صحيح؟ هذه القصة رائعة. غريزيلدا لوكس واليتي الثلاثة. الجميع مستعدون لوقت القصة؟ أجل. لحظة واحدة، علي أن أستريح. أيمكنك أن تفسحي؟ تقريباً هكذا. حسناً، إذن كل شيء صحيح تماماً. لا 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 تفعل. الآن كل شيء عليه لعاب.
يبدو أن كل شيء مناسب لقصتنا. غريزيلدا لوكس واليتي الثلاثة. كجولدي لوكس والدببة الثلاثة؟ إنها مثلها بالضبط، لكنها مختلفة. دوارة القصص، دوارة القصص، زب زاب زابل. حان وقت سرد حكاية سحرية داخل فقاعة القصص. ذات مرة جلس أب وأم وصغير من اليتي للاستمتاع بعصيدة توت النمل اللذيذة، لكنها كانت ساخنة جداً. فقرر اليتي القيام بتمشية جميلة في الغابة بينما تبرد العصيدة. ألم تعني القيام بالأرجحة في الغابة؟ وحينها جاءت غريزيلدا لوكس. لا 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 دا 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 دا. أوه فروكي، يا له من يوم رائع للتمشية في الغابة. الرائحة شهية. هل أنت جائع فروكي؟ ربما ساكنو هذا المنزل سيدعوننا نأكل لنسحرهم بلطفنا. زيارة مفاجئة من الأميرة. هذه أنا غريزيلدا لوكس. مرحباً، أهناك أحد؟ حسناً، من يعيش هنا سيخيب رجاؤه بشدة لأنه فوت زيارة مفاجئة من أميرة. محق فروكي، علينا انتظار عودتهم. هذا ما يمكننا فعله. أي، هذا المقعد صلب. ماذا عن هذا المقعد؟ إنه ناعم جداً. ماذا عن هذا المقعد؟ إنه جيد جداً، لكنه عادي للغاية ويحتاج المزيد من اللمعان. ماذا يا فروكي؟ أقلت عصيدة توت النامل؟ لطفاً منهم تركوا بعضها تحسباً لمرورنا. ساخنة! باردة! ليست سيئة، لكن تحتاج للمزيد من الحلاوة. عزيزي فروكي، بدأت أرى نمطاً هنا، نمطاً عادياً مملاً. فروكي؟ بالضبط، فروكي، فلنزين المكان. سنجدد المنزل على طريقة غريزيلدا لوكس الراقية. أجل، أحضر طابعي، المبهرج صاحب المميز. غير الضلع، كلما زاد كان أفضل. المزيد من اللمعان. أحسنتم عملاً، الآن أصبح المكان مناسباً. فروكي، أليس هذا مثالياً؟ هذه فكرة رائعة، نستحق قيلولة بعد كل هذا المجهود. انصرفوا أنتم. هذا أنسب مكان للقيلولة. أحسننا عملاً. سيساعدونا جداً. عندما عاد اليتي تفاجأوا أن أحداً دخل منزلهم. كان مقعد الأب مغطاً بالنثار اللامع. الأب لا يحبه. وعصيدة الأم كان عليها نثار قوس قزح. هذا ليس جيداً، هذا سيء. اليتي الصغير سمع أحداً نائماً في غرفة نومه. معقول؟ مرحباً. مرحباً، أنا الأميرة غريزيلدا لوكس. أثق بأنكم سمعتم عني. حسناً، على كل حال، حسنت منزلكم قليلاً و... العفو. توقعت أنكم ستجدون كل شيء مناسباً. مهلاً مهلاً مهلاً، فلنعود إلى الخلف. هل أحبوه؟ لم أتوقع ذلك. أجل، يحبون الأشياء بطبعهم ولامعة. من يكره اللمعان؟ كان كل شيء صحيحاً تماماً. النهاية.
قصيرة وكمية الأميرة فيها كانت مناسبة، أليس كذلك فروكي؟ انتهت القصة؟ كنت ارتحت أخيراً، كل شيء مناسب تماماً. بارتلبي لديك قصة أخرى؟ صح؟ صح يا فروكي الصغير. شكراً لأنك ستجلس فروكي، أنا متحمسة لتمرين الرقص النقري اليوم. ساعد فروكي لأخذ قيلولة وأنا سأجهز نفسي. لا مشكلة غريسيلدا، تعلمين كم أحب مقرمشات السمك المنفوخة، يعني ما صغير فروكي هنا. وهو يأخذ قيلولته، يمكنك تناول مقرمشات السمك المنفوخة. حسناً. فروكي الصغير اخلد للنوم وانتبه، سيبط والدك ذاك. حقاً؟ وإن جعلك رنينه تعوي وتنرفز، سيقرأ لك والدك. حيوان القافز، من وضعك هنا؟ لكن لن أسمح لهذا الحيوان أن يفاجئك وأنت تنام. وإن غطت بنومك لأحد الأسباب، سيخطو والدك بحذر نحو الباب. وإن أيقظتك ضجة أو صفير، سيربت عليك أيها الجرو الصغير. آمل أن يجعلك هذا تغفو بين مكري زلدا. الحذاء النقري، ألم ينم فوكي بعد؟ بجدية؟ وإن أرعبك هذا الحذاء، سيترك والدك النور مضاء. وإن كان الضوء مشعاً يزعجك، سيجرب كل ما لديه والدك ليبعد عنك كل مخاوفك. وليأكل بارتلبي مقرمش السمك. هذا لا يجدي نفعاً. كآبة كآبة، أليس من الرائع أن تكون كئيباً؟ أهلا بك في مهدي بلونه الوحيد، تعرف على سبينتي حيواني الأليف. هذا هو حوضي من الوحل اللزج، يجب أن تأتي لتنزلق، هذا جدا لطيف. كآبا من الرائع أن تكون كئيب، كآبا من الرائع أن تكون كئيب دون نشاط أو حيوية، فقط يوم كئيب. كآبا من الرائع أن تكون كئيب، أحب السماء بغيومها السوداء، حين يضرب البرق وترعد السماء، وتساقط الأمطار يجعل يومي غير عادي، وتصبح حلوى قوس قزح بلون رمادي. كآبا من الرائع أن تكون كئيب، كآبا من الرائع أن تكون كئيب دون نشاط أو حيوية، فقط يوم كئيب. كآبا من الرائع أن تكون كئيب. ذهبت إلى شاطئ مغطى بثلج كثيف، ورأيت على رجليتي مساعداً صغير، صرخ ياتي والدموع في عينيه، ترى شخصاً من حجمك فعلاً هذا مثير. كآبا من الرائع أن تكون كئيب، كآبا من الرائع أن تكون كئيب دون نشاط أو حيوية، فقط يوم كئيب. كآبا من الرائع أن تكون كئيب، بلدة الفطر تقع في نهاية الطريق، فيها يشرب الأطفال عصير زازونيكا الرحيق، في صعقة البسيطة العصير يغطيهم، هل ترغب أنت أيضاً أن تبتهج مثلهم؟ كآبا من الرائع أن تكون كئيب، كآبا من الرائع أن تكون كئيب دون نشاط أو حيوية، فقط يوم كئيب. كآبا من الرائع أن تكون كئيب. Thank you.
ملكتا النهار والليل. متحمسة لمقابلة ملكة النهار وملكة الليل. جعل الشمس تشرق كل نهار والقمر يشرق كل ليل، عمل مدهش ومذهل ورائع ومدهش. هل قلت كلمة مدهش سلفاً؟ إنه عمل هام. إنه مدهش بالتأكيد، عندما تشرق الشمس أصحو كلياً، وعندما يشرق القمر أنام بعمق. تبدو القلعة خلابة جداً. شكراً على مساعدتكما يا ترو وبارتلبي. العفو يا ملك قوس قزح. والتوقيت مثالي أيضاً. ها قد جاءت ملكة النهار الآن. ترو، هل أنت بخير؟ ترو؟ ترو؟ أحر تحياتي لك يا ملك قوس قزح، ولابد أنكما ترو وبارتلبي. من الرائع أن أقابلكما أخيراً. أنت تعرفينني؟ إنها تعرفني. رائع أن أراك ثانية يا صاحبة السمو، وستصل أختك ملكة الليل في أي لحظة. لماذا لا تلتقي الملكتان إلا عند شروق القمر وغروب الشمس؟ تأتي قوة ملكة النهار من النور يا بارتلبي. النور يتلاشى في الليل، لذا إن كانت بعيدة عن أشعة الشمس مدة طويلة فإنها لن تتمتع بالقوة الكافية لترفع الشمس، كما تبقى ملكة الليل في الظلام لترفع القمر. لذا لا نستطيع أنا وأختي أن نكون معا إلا عند الفجر والغسق. هذا محزن جدا. أنا أرى صديقي الحميم طوال الوقت. وبمناسبة الحديث عن ذلك، فها قد جاءت ملكة الليل. ملكة الليل، من الرائع أنك أتيت. ملكة النهار، لقاؤك هو دائما أفضل جزء من مسائي. شكرا لدعوتك أيها الملك. العفو. لابد أنكما ترو وبارتلبي، سمعت الكثير عنكما. سمعت بي أيضا. أنا ها هي تبدأ من جديد. ملكة الليل، من الرائع جداً أن تقومي بزيارتنا، ويا له من شروق قمر جميل، وطبعاً غروب ملكة النهار رائع أيضاً. شكراً يا صاحب السمو، لا شيء أروع من غروب قمر مثالي. أختي العزيزة، لابد أنك توافقين على أن شروق القمر أشد روعة. أنا أخالفك الرأي للأسف يا أختي، غروب الشمس هو الأكثر جمالاً. ما رأيك يا ترو؟ نعم، من منا هي الأفضل؟ أنا الواقع كلاهما رائعتان. ليت الأمر كان كذلك، لكن من الواضح أن وقتي هو الأفضل. الوقت الأفضل هو النهار، تشرق فيه الشمس والسماء زرقاء. بالليل أبداً لا تقارني، ففي ذلك غباء. إنه الليل، وقته أفضل، حلو النسيم، قمره أجمل. بالنهار أبداً لا تقارنيه، إنه الليل وكفى. حلوة ألوانه، أيضاً أزهاره، وقوس قزح يظهر كل صيف في أمطاره. هو وقت الاسترخاء، أحلام في السماء، والنجوم تلمع تتألق في الفضاء. النهار وقتنا المفضل، الليل وقتنا المفضل، سماء زرقاء، ليل ونجوم، الشمس، القمر. عجباً، هذا مثالي. سماء جنونية، أمر مثالي. ألا ترون؟ نستطيع أخيراً أن نكون معاً دائماً. علي فقط أن أظل في جانبي. في حين أظل أنا في جانبي، هذا أفضل ما حدث على الإطلاق. أرجو من الجميع أن يعذرانا. يجب أن أقنع أختي أخيراً بأن النهار هو الوقت الأفضل. يؤسفني أن هذا مستحيل، لأن الليل هو الوقت الأفضل. وداعاً. هذا غير عادي، غير عادي، غير عادي أبداً. قد تكون الأمور بخير. النهار والليل في الوقت نفسه، هذا وقت جنوني. قليلاً، لكن لا بأس، كما أظن. أرجوك
أرجوك اخرج للنوم. لا أصدق أن ذلك نجح. أنا متعب جداً. لا يستطيع شيء إيقافنا. رأيت، هكذا نحصل على الطاقة من الشمس أو ننعم بليل هادئ متى شئنا. يبدو أن إحدى الحافلات نامت على طريق الليلي، وحافلات الجانب النهاري لا تستطيع المرور. ماذا؟ هيا بارتلبي، الماذرة أيتها الحافلة، حان وقت الاستيقاظ. سأدغدغك. نعم. أحسنت يا بي، الماذرة أيتها الحافلة، هل يمكن أن تركني جانبا حتى تتمكن الحافلات الأخرى من المرور؟ لقد فهمت. أوه ترو، أحتاج إلى مساعدتك في وادي الزراعة السعيد. بالتأكيد أيها المزارع مونستر، أنا قادمة. كيوميولو. هيا يا بارتلبي. مرحبا أيها المزارع موسر، ما المشكلة؟ المشكلة لا تتعلق بأشعة الشمس. النباتات تحب أشعة الشمس. إنها تحبها بالتأكيد. أشعة الشمس المستمرة هذه كانت رائعة في البداية. أصبح محصول توتي أكبر وأكثر عصارة من أي وقت. توت عملاق، أين كنت عني طوال حياتي؟ ولكن يوجد الآن الكثير من الشمس. لقد جفت توت خاصتي بهذه البساطة. كل تلك العصارة اللذيذة والريانة اختفت؟ حسناً، ربما كان انقسام السماء إلى نصفين نهاري وليلي ليس جيداً. لا نستطيع ترك السماء هكذا. لنذهب ونشرح المشكلة للملكتين، ستتفهمان الأمر. صحيح؟ لا أزال عاجزة عن التصديق بأنهما هنا. كوني قوية ترو. طاب نهارك يا ترو. وعمت مساء. كنت أخبر ملكة النهار كم نجوم الليل رائعة، ولكنها لا تقارن بالشمس المتوهجة، أليس كذلك؟ ترو. صحيح، شكراً يا بي. يا صاحبتي السمو، كل من النهار والليل مدهشان وما إلى ذلك، ولكن هل يمكن أن تعيدا السماء إلى ما كانت عليه؟ أرجوكما. ترو، هذا يعني أنني لن أتمكن من البقاء مع أختي. ستظل الشمس والقمر حيثهما إلى أن نقرر تغييرهما، ولن نفعل ذلك أبداً. ماذا الآن يا ترو؟ أعتقد أننا نحتاج بعض المساعدة. خذنا إلى شجرة الأمان يا كيوميولو. مرحبا زي. ماذا تفعل؟ أهلا بكما، انظرا إلى الأماني، نصفها نائم ونصفها الآخر مليء بالطاقة. ما المشكلة؟ لهذا السبب نحن هنا يا زي، ملكتا النهار والليل ألصقتا الشمس والقمر معا، والآن أصبح وقت النهار ووقت الليل طوال الوقت. هذا غريب جداً. أحتاج مساعدة الأمان لأعيد السماء لطبيعتها. أوه، هذه مشكلة فعلاً. تعاليا لنجلس ونفكر في الأمر. كيف نساعدك؟ أحتاج أمنية تجعل الجانب الليلي مشرقاً أكثر والجانب النهاري مظلماً أكثر، والأفضل أن يكون هناك أمنية تستطيع فصل الشمس والقمر كلياً. سمعتك شجرة الأماني، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرات، شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معاً
نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. يا لها من أمنيات رائعة رو. لنرى ما جاء في موسوعة الأماني. أمنيتك الأولى هو فليكتو. هذه أمنية تستطيعين التأمل فيها. لا أفهم الدعابة. لنتابع. فليكتو مرآة ويستطيع أن يريك انعكاسك. يستطيع أيضاً أن يعكس النور في أي اتجاه. مرحباً أيها الوسيم. هذا يعني أن فليكتو يستطيع عكس أشعة الشمس من الجانب النهاري نحو الجانب الليلي ليجعله يبدو كالنهار أكثر. هذا سيجعل الأشياء مشرقة. أمنيتك الثانية هو زيبلو. أمنية من طاضية. يستطيع حبس الكثير من الهواء والتحليق عالياً. أمنية كبيرة وعائمة. ربما أستطيع استخدام زيبلو لفصل الشمس والقمر عن بعضهما. أمنيتك الثالثة هو الشومبي. أمنية حامية. ينفتح كالمظلة. يستطيع أن يغمرك بأشعة الشمس إن كان المكان عاصفاً، أو يغمرك بظل داكن إن كنت تريدين. لا أعلم كيف لهذا أن يساعدني في فصل الشمس عن القمر، ولكنني سأفكر بذلك. تفعلين دائماً ترو. شكراً زي، وشكراً لك يا شجرة الأماني لأنك شاركتني أمنياتك. حسناً، وداعاً زي. حظاً طيباً. حسناً بارتلبي، لنسلط بعض النور على مدينة قوس قزح. فليكتو، حان وقت عكس الضوء. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ فليكتو وحقق أمنيتي. مرحباً فليكتو، هل أنت مستعد لعكس القليل من أشعة الشمس؟ رائع، هيا بنا. أشعة الشمس تعمل، ولكن الشعاع ليس كبيراً كفاية. هل أصبحت أكبر حتى أعكس المزيد من الضوء نحو الجانب الليلي؟ صباح الخير صغيري، لقد كان صمته أفضل. فلنعد إلى العمل. هذه هي، غمرنا مدينة قوس قزح كلها بالنور. أحسنت فليكتو. لن يستطيع فليكتو الاستمرار إلى الأبد. لا أعلم بشأنك ترو، ولكن أيضاً أنا لا أستطيع. شكراً فليكتو. زي ترو، لدي أخبار سيئة. صنعت نموذجاً للشمس والقمر. وفقاً لحساباتي، إن لم يتم فصلهما فإنهما سيلتحمان ويصبحان شمر. لا تستطيع إصدار نور الشمس أو نور القمر. يجب أن نعالج الأمر. حان الوقت لنرى إن كان زيبلو يستطيع فصل الشمس والقمر. أرجو أن ينجح الأمر. حظاً موفقاً. هذه المرة سوف ننجح. إيه، نحن نسقط. مهلاً، إنه مجرد حلم. إنه ليس حلماً يا بارتلبي. لقد نام كيوميولو. استيقظ كيوميولو. يجب أن نوجه كيوميولو إلى الجانب النهاري ليستيقظ. عليك أن تميل معي يا بي. من معي. أحسنت صنعاً يا كيوميولو. هيا بنا. حان وقت استخدام الأماني. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ زيبلو وحقق أمنيتي. مرحبا زيبلو، الشمس والقمر ملتصقان معا. هل عالجت الأمر؟ رائع،
رائع. سأقودك بينهما ثم ستصبح كبير الحجم وتدفعهما بعيداً عن بعضهما. حسناً؟ حسناً زبلة. مستعد؟ ادفعي الآن. هل سينجح الأمر؟ لا أرى سوى معدة الأمنية، إنها طرية. لنساعد زبلة وندفع معه. لا، يوميلا، أمسك تلك الأمنية. هل أنت بخير يا زبلة؟ مرحبا يا بابا. شكراً لأنك حاولت، ولكن الشمس والقمر أكبر من أن نستطيع دفعهما. يجب أن ترتاح قليلاً. ترو، ما أخبار الأمنية؟ فصلت الشمس والقمر؟ ليس بعد. أياً كان ما ستحاولين فعله، أسرعي وإلا التحم القمر والشمس. هناك أمر واحد نستطيع فعله، يجب أن نطلب من الملكتين المساعدة. ألم نجرب ذلك؟ بلى، ولكن علينا أن نحاول مجدداً. شكراً زي. شكراً لأنكما وافقتما على مقابلتي. أعلم أنكما تحبان أن تكونا معي، وأنا أحب أن أراكما معاً، ولكن يجب أن نصلح السماء. ما المشكلة؟ نعم، نحن نمضي وقتاً رائعاً، لكن هذا يؤثر على بقية المملكة. ليتكما تريان كلا الجانبين لتدركا ما يجري. لكنني لا أستطيع الذهاب إلى الجانب الليلي، سأفقد أشعتي. وأنا لا أستطيع الذهاب إلى الجانب النهري، سأفقد ظلمتي. تفقدين أشعتك؟ تفقدين ظلمتك؟ لدي أمنية تستطيع منع هذين الأمرين من الحدوث. سأستخدم الأمنية الحامية شومبي ليحميكما من وقت بعضكما البعض. عندها سأخذ كليكما إلى أي مكان من المملكة لتريا ما يجري. في الواقع لست متأكدة. كل منكما قالت إن وقتها هو الأفضل، ولكن كيف لكما أن تعرفا يقيناً إن لم تريا كلا الجانبين بنفسيكما؟ عندما تقولين الأمر بتلك الطريقة، كيف نستطيع الرفض؟ رائع، هيا يا أمنيتنا شومبي. زب زب زو، أنا أختارك. استيقظ يا شومبي وحقق أمنيتي. مرحبا شومبي، يجب أن نتجه نحو الجانب النهري من المملكة. هل تستطيع حماية ملكة الليل من أجلي؟ عجباً. رائع. كيوميولو. مرحباً كيوميولو. خذنا أولاً إلى وادي الزراعة السعيد. يا للعجب، هل المكان هنا جاف دائماً؟ لا، وادي الزراعة السعيد عادةً أخضر ومورق، ولكن أشعة شمس المجيدة تجعله يجف كلياً. قلت لي إن الناس يكونون سعداء أثناء النهار. لا، ولكن لا أرى ذلك يا أختي. ولا أنا، هذا مريع. انظر يا بي، إنهما تدركان المشكلة بنفسهما الآن. هذا صحيح تماماً. عمل رائع شومبي. هل حميت ملكة النهار وذهبت للجانب الليلي؟ أشعة شمس أثناء الليل؟ ماذا أرى؟ ماذا يفعل الجميع على الأرض؟ هل هم مرضى؟ لا، إنهم فقط نائمون، لكن يفعلون ذلك عادة في بيوتهم، في أسرتهم. أختي، أنت تخبرينني دائماً أن الليل هادئ وسحري وفاتن، ولكني لا أرى شيئاً من هذا هنا. ولا أنا، هذا لا يجوز. نجح الأمر ترو، لا تنام الآن. صحيح. كيوميلو، عد إلى الجانب النهري من فضلك. شكراً كيوميلو، وشكراً لك يا شومبي. أصبحنا نفهم المشكلة الآن. الكثير من الليل ليس جيداً، والكثير من النهار ليس جيداً أيضاً. حان الوقت لنصلح الأمر. مستعدة؟ مستعدة. النهار مشرق،
والليل هادئ. أيتها الشمس وأيها القمر، لتعودا إلى مكانكما. إنه غروب شمس جميل. شكراً أيتها الملكتان. النهار أفضل الأوقات، فيه تشرق الشمس بسماء زرقاء، نركض بمرح، نلهو بالقفزات، إنه وقت المغامرات، إنه الليل وقته أفضل، حلو النسائم، قمره أجمل، وهو وقت الهدوء، نسترخي نتأمل، يرتاح فيه البال والمشاكل ترحل. حلوة ألوانه وأيضاً أزهاره، وقوس قزح يظهر كل صيف في أمطاره، هو وقت الاسترخاء، أحلام في السماء والنجوم تلمع تتألق في الفضاء. النهار وقتنا المفضل، الليل وقتنا المفضل، سماء زرقاء، خيل ونجوم، الشمس، القمر، كلاهما أفضل الأوقات. أحب كوننا رائعتين. وأنا أيضاً. ترو، لقد نجحت. ما هذا الذي أراه؟ إنها فقاعة اتصال، ألم تريا واحدة مثلها من قبل؟ لا. أعتقد أننا وجدنا طريقة يمكنكما فيها رؤية بعضكما البعض. صاحبتي السمو، أينما كنتما تستطيعان التكلم معاً بواسطة فقاعة الاتصال. سأتمكن الآن من رؤيتك في الليل. ها، وأنا سأتمكن من رؤيتك في النهار. عناق. هذا أروع يوم. وليل على الإطلاق. سنتصل بكم. وداعاً. وداعاً. وداعاً يا ملكة النهار. وداعاً يا ملكة الليل. إلى اللقاء. وداعاً. في فاي فو فروكي. نعم، بقيت هذه الخيمة منصوبة. استغرقني الأمر 10 محاولات فقط. أنا مذهل. عمل رائع بارتلبي. نسيت أنك في الداخل ترو. أنا آسف. شكرا جزيلا. كنت أجهز أكياس النوم فقط. المكان جميل جدا هنا. لا شيء أروع من التخييم الراقي. التخييم الراقي؟ التخييم الراقي. من يحمل اسم غريزيلدا يخيم بشكل رائع. لا أصدق بأنها وافقت على القدوم معنا. يوجد تراب هنا. تعلمين أن التخييم يعني أن نبتعد عن الحياة المرفهة، صح؟ أوه، صدقيني، أنا أعلم حتى إني لم أحزم غسولي البراق. أليس كذلك فروكي؟ قل لي. إنه جارو، إنه المساعد الذي أحتاج إليه لأجد كنزي الذي فقدته منذ زمان. من يريد وجبة خفيفة؟ أحضرت شطائر براقة. من حزم هذه؟ هذه شطائر براقة، إنها لذيذة وجذابة. اسألي فروكي. عزيزي فروكي، إنه يحبها. وقت الطعام. فروكي، الراقون لا يركضون. هاي. بي لا فو ففي، لا يوجد أفضل من جرو ناعم. هل قلت جرو؟ جرو ناعم ذكي ويحل اللغز، بأنفه يشم ويبحث عن الكنز. تعال وخذ شطيرتك الراقية. روكي، ايو، بيرا كل عام، لقد دخل إلى هنا بالتأكيد. لا، سيضيع جرو الناعم في هذا المكان المريع والفظيع. إنها متاهة، متاهة، وهي ليست فظيعة، إنها خلابة، ولا يمكنكم الدخول إليها. لا تقلقي ترو، سأجد آلة اللعاب الصغيرة تلك هنا في مكان ما. من أنت؟ لم تسمعي قط بقزم المتاهة؟ نحن أشرار، ولكنني لطيف عندما لا أشرف على الحراسة. من يبني شيئاً غير راق هكذا؟ إنه بشع. بنيت المتاهة لأخفي كنزي ثمين من الذين يحاولون سرقته. لكن كنزي ثمين علق هناك. ولسبب وجيه، بيني وبينك وبين الشجرة بنيت هذه المتاهة بشكل كبير وصعب جداً، لدرجة أنني لم أتمكن من إيجاد كنزي. لقد فقدت.
لكن الكلب يستطيع إيجاده بحاسة شمه. كلبك صغير سيجد كنزي. أيها القزم، كلا صديقينا في الداخل الآن، يجب أن نجدهما. حسناً، لكن لدخول المتاهة عليك أن تحل الأحجية. كم حبة توت من هذه السلال المليئة بالتوت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة؟ سأكتشف الأمر. انتظري جريزيلدا، يجب أن نعدها بينما تأكلين، واحدة تلو الأخرى. واحدة؟ الجواب هو حبة توت واحدة. ماذا؟ هذا غير صحيح، أكلت أكثر من حبة توت واحدة. الأحجية تقول كم حبة توت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة. إن أكلت حبة توت واحدة فهذا يعني أن معدتك ما عادت فارغة. غير معقول، هذا صحيح. يمكنكما الدخول، ولكن ألقي نظرة سريعة من الداخل أولاً. واو واو، إنها رائعة صحيح؟ ممر واحد يصبح عدة ممرات، ثم تظهر الأبواب فجأة، وسرعان ما يصبح كل شيء ملتوياً ومنعطفاً. ماذا سيحدث لكما عندها؟ سنضيع وبشكل ميؤوس منه. كما قلت، يمكنكما الدخول، ولكن هذا لا يعني أنكما تستطيعان البقاء في الداخل. هذا الكلام جعلني أرتعش حقاً. أنا شرير بارع. ماذا نفعل ترو؟ لن نجد فروكي وبرتلبي أبداً. لا تقلقي جريزيلدا، سنخرجهما من هناك، ولكننا بحاجة إلى مساعدة الأمان. إن كنت ذاهبة لشجرة الأمان سأذهب معك. ستفعلين بالتأكيد. إن كنا نريد النجاح فعلينا أن نعمل معاً. كيوميلو! لنذهب إلى شجرة الأمان يا كيوميلو. زي، هل أنت في البيت؟ زي، أهلاً بكما، أنا والأمان نخيم. لقد حصلوا على شارات الاستحقاق. التخييم ممتع، ألا نزال نتحدث عن هذا؟ أصبح التخييم قصة قديمة. نحن لسنا هنا بشأن التخييم، أتينا بشأن المتاهة. متاهة؟ أوه، أحب الأحاجي، يبدو ممتعاً. إنها متاهة عملاقة علق داخلها فروكي وبرتلبي. أوه، هذا لا يبدو ممتعاً. لنجلس ونفكر في الأمر. لا شكراً، الأميرات لا يجلسن على الفطر. أنزلي. ابقي هادئة. ستكونين بخير، سيعود الفطر إلى الأسفل. سينزل. كيف تستطيع الشجرة مساعدتك؟ هذه المتاهة صعبة جداً. جدرانها تتحرك وحدها وما إلى ذلك. نحتاج إلى أمنية تمنعنا من الضياع. النجدة لقد علق. علقت؟ نعم، إن علقنا داخل المتاهة فسنحتاج أمنية تساعدنا على الخروج. شكراً جريزيلدا. العفو، سمعتك شجرة الأمان، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. يا لها من أمنيات رائعة، لنرى ما جاء في موسوعة الأمان عنها. أمنيتك الأولى دوت سبوت، يستطيع أن يصنع قدر ما تريدين من النقاط. ممتاز، سنستخدم دوت سبوت لنجد طريق العودة خارج المتاهة دون أن نضيع. سنتبع البقعة فقط. الأقمشة المبقعة رائعة، هذه أمنية راقية راقية. أمنيتك الثانية
روبر رو، يستطيع هذا الحبل أن يقدم لك مساعدة كبيرة في تسلق الأشياء أو ربطها. قد يساعدنا هذا في سحبنا خارج بقعة صعبة. وأخيراً لدينا سلوثبي. إنه أمنية نادرة وغير عادية حقاً. يستطيع أن يجعل أي شيء يتحرك بشكل بطيء. هذا مذهل، لكني لا أعرف كيف لإبطاء سرعة الأشياء أن يساعدنا على إنقاذ صديقينا. ستجدين طريقة ما ترو. أتفق معه، وأنا دائماً محقة. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. وداعاً زي. استمتع بتخديمك. حظاً موفقاً. أنا متأكد ستنجحان. مؤكد. فروكي! ماذا يجري هنا؟ كيف أخرج من هنا؟ يجب أن أحذرك، مهارات النينجا التي تخصني مدهشة. فروكي! كم أنا سعيد برؤيتك! كنت سعيداً برؤيتك. لا، انتبه أين تضع قدمك هنا. هذه المتاهة مليئة بالأفخاخ. اهرب! قد علمنا. شكرا كيميلو. هاي، انتما عودا الى هنا. فروكي، يجب ان نخرج من هذه المتاهة. ارفعني قليلا. فروكي، هذا ليس وقتا مناسبا لتجلس على مؤخرتك. رائع، مؤخرتك هي الأفضل. انتظرني. هل سمعت ذلك؟ ذلك صوت بارتلبي. نسير في الاتجاه الصحيح. كيف نستمر في السير هكذا؟ هناك الكثير من الممرات. سنعمل معا على إيجاد الممرات الصحيحة، ولكن لنحرص على أننا سنجد طريق العودة خارج هذه المتاهة قبل أن نتعمق أكثر. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ دوتسبوت وحقق أمنيتي. دوتسبوت، هل خلفت أثراً من النقاط خلفنا أثناء سيرنا؟ نقاط وردية؟ وكأنه يعرفني. روكي، أين أنت؟ بارتلبي. يا للذكاء الشديد، الجزء اللطيف مني كان ليترك هذه النقاط، ولكن يجب أن يجد الكلب كنزي الذي فقدته منذ زمن. لذا سأكون قزما شريرا. نحن نسير منذ مدة طويلة. لماذا يحدث هذا معي؟ غريزيلدا، انظري، لقد وقعت هناك من قبل. هذا يعني أننا مررنا من هنا من قبل. نحن ندور في حلقات. مستحيل، كيف يعقل هذا؟ لا أعلم. لا يزال دوتسبوت يضع النقاط، لذا كان المفروض أن نعرف ذلك. إلا إذا كان القزم يسرق نقاطنا. إنه شرير كبير. من دون تلك النقاط التي ترينا أين كنا، لن نتمكن من الخروج. سنحل تلك المشكلة لاحقاً. علينا الآن أن نمنع القزم من محاولة إيقافنا. دوتسبوت، هل تستطيع أن تصنع لنا بقعة كبيرة وعملاقة؟ شكراً دوتسبوت. سيمرح ذلك القزم كثيراً وهو يرفع هذه النقطة. هيا بنا. نقطة كبيرة؟ وكأن هذا سيطيبني. فروكي، توقف. لن نخرج من هذه المتاهة أبداً إن علقنا. سأذهب أولاً ثم ستفعل أنت. ماذا قلت لك؟ مجرد باب رسم
لازم القزم علي. القزم! مجرد باب آخر عليه قزم. هذا أسوأ من الذي قبله. أسمع هذا كثيراً. كي تستمرا في عبور متاهتي عليكما أن تجيبا على أحجية أخرى. إن لم تحلا أحجيتي قبل غرق حمام الطيور هذا في الأرض فعليكما أن تغادرا متاهتي وإلى الأبد. أخبرنا أحجيتك أيها القزم، نحن مستعدتان. إنه جزء من الطائر ولكنه ليس في السماء، يستطيع دخول حمام الطيور دون أن يتبلل. ماذا يكون؟ يستطيع دخول الحمام دون أن يتبلل؟ ابطه ذو الرائحة الكريهة؟ لا أستطيع النظر إليه جيداً. بسرعة، حاولي الإمساك به. هذا الطائر سريع جداً، لدينا فرصة أكبر في إمساكي حتى ظله. ظله؟ الطائر في السماء ولكن ظله على الأرض، ويمكن لظله أن يدخل الحمام دون أن يتبلل. أعرف الجواب، إنه الظل. لا أصدق، أصبت ثانية. يمكنكما العبور ثانية، ولكنني سأكون عند كل زاوية لأعطيكما المزيد من الأحاجي إلى أن تستسلما أخيرا. أراكما قريبا، أقصد أراكما قريبا. كيف سنوقف هذا القزم من محاولة إيقافنا؟ لنفكر في الأمر قليلا، يجب أن نبتعد عنه، ولكنه يعرف هذه المتاهة جيدا. نعم، إنه محتال. علينا أن نخفف سرعته بما يكفي لندرك فروكي وبارتلبي، ولدي أمنية لتحقيق ذلك. سلوث بي، احزر منعاد. انتظر قليلا. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سلوث بي وحقق أمنيتي. مرحبا سلوث بي، لنبطئ حركة هذا القزم المحب للأحاجي. إليكم الأحجية القادمة. ما الذي يقفز في الهواء؟ ولكنه لا ينزل ثانية أبدا. أنت وداعا أيها البطيء. ابق معه يا سلوث بي، أبقي لطيفا وبطيئا. شكرا. من هنا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى أمر أولاً. الأميرة أولاً، تعلمين هذا؟ توقف روكي، ذكرني أن أضيفه إلى قائمة الملابس الوسخة. روكي، أين أنت يا صديقي؟ ذو الرائحة الكريهة معي، نحن هنا أياً كان هذا المكان. بارتلبي، نحن قادمتان. يجب أن أوقعهما. روكي، قادمتان. بارتلبي. ترو، ما قصة هذه المتاهة المجنونة؟ هذا محبط جداً. فروكي، الوقت ليس مناسبا الآن كي... مهلا، مؤخرتك أنقذتنا المرة السابقة. استمر، حرك ذيلك أيها الصغير. لقد نجح. مياو. فروكي. بارتلبي. ترو، أنا سعيد جدا برؤيتك، هل اشتقت لي؟ بالطبع بارتلبي، هل أنتما بخير؟ نعم، ولكننا عالقان هنا، وفروكي يفكر في إعطاء المزيد من القبل المليئة باللعاب النجدة. سنخرجكما حالاً. سلوث بي، لا، لقد نفدت قوى. لابد أن هذا يعني... أنا ثانيةً، لن أفرض عليكم المزيد من الأحاجي، سأطردكما خارج متاهتي الآن. بلان، هذه الحفرة، تذكرت الآن، هنا دفنت كنزي. نعم، والكلب وجده. هي لا 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 لا. عصايش ليلي، هذه كارثة، لا أستطيع إخراجهما من دون مساعدة عصاي.
لن أغادر هذه المتاهة من دون صديقي فروكي، هل تفهم؟ نعم، مذهل، أنت تصلحين لتكوني قزم متاهة. لا تقلقي، لدي أمنية ستساعد على إخراجهما. زب زاب زو، أنا أختارك. استنفروا برو أحقق أمنيتي. مرحباً روبرو، أحتاج إلى حبل كي أتمكن من إخراج صديقنا من هذه الحفرة. هل ساعدتنا؟ هيا انطلق يا حبل روبرو. تمسكا بالحبل. أمسكت به. لماذا لا نتحرك؟ فروكي، أترك لك شيء. لا، إنه كنزي، لقد وجده. لا جدوى من كنزك إن كان صديقانا لا يستطيعان إحضاره لأنهما عالقان. إنها غلطتي أنا، يجب أن أصلح الأمر. سأتي لإنقاذك أيها الكلب. وأنا رائع، غير معقول، أريد واحدة أخرى. وأنا لست قوياً بما يكفي لأفعل هذا وحدي. نعم، فك ذاك الكلب فولاذي. أيها القزم، نستطيع مساعدة بعضنا لنخرج من هذه الورطة. تريدين منا أن نساعده؟ ظل يحاول إيقافنا طوال اليوم. الطريقة الوحيدة لإخراج الجميع هي بالعمل معاً يا غريزلدا. لك ذلك. هل أنت مستعد يا روبرو؟ مستعدة يا غريزلدا؟ أها، ليت العمل معاً لم يكن يعني أن أمسك هاتين القدمين الوسختين. غسلتهما العام الماضي. هذا ليس جيداً. هيا يا يدي. هيا يا آلة أسوار اللعاب، لأذهب. اسحب معي يا روبرو، نستطيع فعل هذا. لقد نجحنا، أحسنت صنعا يا روبرو. عزيزي فروكي، كنزي العزيز. شكرا، شكرا لكم جميعا، العمل معا نجح بالفعل. عرفت أنه سيفعل. كنزك عظمة كلب؟ نعم، لهذا السبب كنت أحتاج إلى كلب كي يجدها. ها؟ وضعت صديقي العزيز في ورطة كبيرة لتحصل على عظمة كلب براقة تافهة؟ أنت شرير. أنتم على حق، كنت شريراً معكم طوال اليوم. أنا أفعل هذا لأمنع الناس من دخول المتاهة والضياع داخلها. أرجو أن تتمكنوا من مسامحتي. خذ إنها لك. بقيت تقول إنك قزم شرير، ولكنك تستطيع أن تكون لطيفاً. قدمت كنزك إلى كنزي أنا؟ كيف أقاوم هذا الظريف الصغير؟ أظن أنك تستطيع القدوم لزيارة فروكي أحياناً. حقاً؟ شكراً لك، شكراً. عناق الأميرات. كيف سنخرج من هنا؟ اتبعوا صاحب حاسة الشم الخارقة. رائع، هذا راق جدا. ما معنى ذلك؟ يعني براق، ستحب ذلك. هيا.